اهلا بيكم مشاهدينا وصباح الفل عليكم. النهارده هنتكلم عن الصياد ورحله صيده، بس مش الصياد الراجل الطيب اللي مستني ربنا يبعت رزقه، لا ده صياد من نوع تاني خالص. ده الصياد اللي واخد بنات الناس لعبه وتحدي ورهان، الراجل القناص اللي بيأثر على اي ست بيستهدفها بلطفته وشياكته وسحر ابتسامته وكلامه الحلو المعسول، عارف مدخل كل واحده منين ونقط ضعفها فين، وده طبعا بسبب خبراته وذكائه ومهارته، وهوب تقع فريسه في مصيدته. طيب تمام، مبروك يا سيدي، كسبت الرهان، حبتك وتعلقت بيك وصدقتك وهمتها انك سندها والراجل والجدع الشهم اللي في ظهرها، بلا بلا بلا، حلاوه البدايات والمقدمات طبعا. وفجاه خلصت اللعبه ووصلت للي انت عاوزه ورهانك كسبته، ان مفيش ولا واحده ما تقدرش تخليها تحبك وتتعلق بيك مهما كانت تقيلة وصعبة ومستحيلة، بتسيبها مكسورة القلب والخاطر فاكرة انها السبب، ما تعرفش انك انت البطل والمؤلف والمخرج للعلاقة وكاتب نهاية صلاحيتها من قبل ما تبدأ. انت كده بتأذيها وبتكسر ثقتها في نفسها وفي الرجالة وفي كل العلاقات اللي بتمر بيها. عشان كده النهاردة استعنا بدكتور هشام رامي، استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على الساده المشاهدين يا فندم. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين، ده شعار الراجل متعدد العلاقات الذي لا يكتفي بانثى واحده في حياته. ايه سيكولوجيه الراجل ده؟ الحقيقه دراسات كتيره اتعملت على هذا النوع من الرجال، ولقوا ان في كذا نوع. الحقيقه في النوع اللي حضرتك قلتيه في المقدمه، وده اللي بنسميه الشخصيه السايكوباتيه النصابه، اللي هو بيجد لذه غير عاديه، وده دافعه الحقيقي في انه يوقع السيدات في شباكه، ومن هنا بيحاول يستغلهم يا اما استغلال مادي وشفناه في الافلام العربي القديمه كتير، او يستغلهم لنفسه. يعني ايه لنفسه؟ هو محتاج دايما حاجه تاكد له انه شخص جميل، شخص مرغوب فيه، فدايما محتاج ان واحده تعجب بيه وبعدين واحده تانية وواحده ثالثه وواحده رابعه، وللاسف لا نهايه لتلك السلسله، دائما هو في حاجه الى ذلك. واهم ما يميز هذا النوع من الشخصيات بقى عدم قدرته على احساس بألم الاخر. يعني زي ما حضرتك قلتي في المقدمه كلام جميل جدا، هي اتجرحت وبتلوم نفسها ومتألمه، ورغم كده هو لا يشعر بهذه الاشياء ابدا. هو متقوقع، وان الغلطه غلطتها مش غلطته خالص، هو لا يرى الا احتياجاته. انا محتاج دلوقتي احساس ان انا محبوب، بغض النظر هيحصل ايه للطرف الاخر. فالحقيقه ده من اشد الانواع قسوه ومن اشدهم خطوره. في نوع تاني بقى، ومش قناص وبيخطط زي الراجل اللي حضرتك وصفتيه، هو شخص اندفاعي دائما هوائي، دائما في كل حياته بيغير من حاجه لحاجه، بيلاقيه بيغير شغله، بيغير الست اللي بيحبها، بيغير اصحابه. ملول يعني؟ ملول ومندفع. انا ممكن اكون ملول وما اعملش حاجه، ازهق وخلاص، لكن عنده اندفاعيه. تلك الاندفاعيه بتدخله من علاقه لعلاقه لعلاقه، ودائما هذه النوع من الشخصيات عندهم حاجه غريبه كده في طريقه تفكيرهم، تفكير ثنائي القطب، يا ابيض يا اسود، يا ملاك يا شيطان، يا جميله يا وحشه. فنلاقيه حب واحده واندفع تجاهها بشغف غير عادي، وبعديها بيومين ثلاثه اسبوع بالكتير فقد كل الاهتمام وزهق منها، ويحولها في دماغه الى شيطانه لا يجب الاقتراب منها، ويحول طاقه الاعجاب والاندفاعيه والشغف الى واحده جديده. برضو زي النمط الاولاني، مش مهم هي حصل لها ايه، المهم انا استريحت. في نوع ثالث اللي طلع برضو في بعض الروايات المصرية والأدب المصري، النوع اللي بنسميه الاعتمادي أو ابن أمه، اللي دائما بيدور على حد أو واحدة ست تاخد بالها منه، ودايما راسم في ذهنه صورة مثالية للست لازم يكون شكلها إيه وإيه اللي لازم تقدمه له. طبعا ما فيش هذه الصورة المثالية غير واقعية. فيدخل في علاقة تقدم له بعض احتياجاته، وبعد كده لا يجد الاحتياجات التامة اللي هو عاوزها، فيغير ويغير ويغير. هذه الانماط الثلاثه اهم ما يميزهم مع بعض بقى عدم الاحساس بالاخر. انا كل اللي يهمني انا، مش مهم الست حصل لها ايه، مش مهم اي حاجه حصلت لها ايه. في نوع بقى رابع اللي بنسميه يبحث عن اللذه والمتعه في كل حاجه في حياته، اللي بنسميه كده لما بنعمل لهم دراسات الشخصيه الباحث عن اللذه. يعني هو ما عندوش اهداف تانية خالص، لا عاوز ينصب ولا مندفع ولا ملول، ولكنه يبحث عن اللذة في حياته، حتى لو هي لذة الوصول، ان انا بس اسعى لهدف فاقدر اوصله فخلاص. بس لذة ان انا احضن، زي ما لذة ان انا اكل اكلة جامدة، زي ما لذة ان انا اشرب مخدرات، زي ما لذة ان انا اعمل اي شيء، اثارة، البحث عن الاثارة.
طبعا ده نتيجه لان هو دائما يبحث عن الاثاره، فهو دائما يقفز من سيده الى اخرى، من بيت الى بيت، من حجره الى حجره. ده نمط كمان. عندنا نوع اخر، انا بس عاوز اوريك حاجه قد ايه تعدد الانماط اللي ممكن نقول عليهم راجل نسوانجي او راجل متعدد العلاقات. نوع اخر بقى مختلف تماما، نوع مريض نفسيا عنده مرض نفسي يحتاج الى علاج. طب ما كل اللي قبل كده ده برضو يعتبر، لا كلهم عندهم اضطرابات في الشخصيه، يعني شخصياتهم مش مظبوطه، ولكن اللي عندهمش مرض نفسي واضح. بس ده برضو بيحتاج دكتور يتدخل، بيحتاج تقويم سلوكي. ولكن ما بيتشخص بتشخيصات طبيه. يعني الزوجه او المراه اللي على المرتبطه او اهله يقدروا يقوموا، يقدروا لان ده محتاج يعني تقويم سلوكي. زي ما يكون عندي طفل كده صغير وبعمل ايه، بحاول كذا. اللي عنده ازمه منتصف العمر، دي بقى شفناها وبنشوفها كتير الحقيقه الايام دي، نتيجه ان الظروف الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه بتخلي الناس دلوقتي بتشتغل من سن مبكر جدا. والحياه بتاخدهم، ففي فتره في حياتهم عشوائيه، فتره الشباب والانطلاق والمرح. فيجي على سن 45 50 سنه كده يريح حياته، فيشعر بنوع من الاسى والاكتئاب انه ما عاش شبابه. ودلوقتي بيكون ربنا وفقه وبقى مع شويه فلوس، فيبتدي يعيش شبابه من اول وجديد. اللي هو نلاقيه ايه، راح زرع شعر، مش عارف ركب، عمل عمليه ليزك، غير طريقه لبسه بالظبط، يبتدي يعيش مراهقه متاخره، بيعيش حياته من اول وجديد. فتلاقيه ساب الاسره المستقره اللي هو عايش فيها وراح يصاحب واحده قد ولاده، واحده قد اخته الصغيره، وينتقل من بيسموها حضن الى حضن الى حضن، في محاوله لتعويض سنوات عمره اللي ضاعت. طبعا بعد شويه بيفوق، مش هيقول لا، وبيكتشف ان هو دي مش مرحله العمريه بتاعت كده. ده بقى غلبان لان ده بيكتئب وبيحتاج فعلا مساعده طبيه. وده اللي بنقول ايه بقى، بيرجع لزوجته بعد كده نادما. ويا رب يكون بس هي لسه ايه محافظه على هذا الود وتسمح له انه يعود مره ثانيه، لان ده فعلا غلبان عكس التانيين اللي هم ايه، شخصيات مش متظبطه. طيب الراجل هو اللي عنيه زايده ولا الستات الحلوه بزياده؟ دايما لما الراجل بيتواجه بيقول والله هي ملفته، هي حاطه ميك اب اوفر، هي لبسها ملفت جدا، هي مشيتها وضحكتها عاليه. فدي طبعا حجج، انا متخيل. بس هل المشكله في البنات او السيدات ولا المشكله في الراجل نفسه؟ طب انا هسالك سؤال، اتفضل. لو انا ماشي في الشارع وفي عربيات جميله جميله جميله، هل بدخل اسرقها وامشي؟ لا. طب اشمعنى مع السيدات بدي نفسي نفس الفكره، ان في سيده جميله وسيده جميله وسيده جميله مش بتوعي؟ أيوه. وبدخل عليهم وبترك الحاجه بتاعتي. طبعا دي حجج واهيه، محاوله لتبرير سلوك لا يمكن تبريره. هو دائما الرجل هو اللي فيه المشكله، لان احنا عارفين وشفنا بعينينا ساعات الراجل بيبقى عنده سيده مريضه قاعده، وهو بيرعاها وبياخد بالها منه وبياكلها مكتفي وهو بيها، اللي بيحميها. فده ملهاش علاقه بكده خالص، مفيش حاجه اسمها ان الست هي السبب. في سيدات كمان مش على قدر كبير من الجمال خالص ويعني مش احسن حاجه في الوظيفه، لكن هو متمسك بيها ومش شايف غيرها ومش عايز غيرها مهما قابل. متوازن، ناضج، عنده سلوكيات سليمه بتجعله فعلا بيقدر العشره، بيقدر ما نسميه الشريك العمر بتاعه او شريك الحياه بتاعه. ولكن هناك كثيرا من الناس عندهم عدم نضج انفعالي وعدم نضج عقلي، فعامل زي الاطفال، عامل زي المراهقين، بيقفز من اللعبه الى لعبه، مش ولا لا؟ يعني اللعبه دي لونها حلو النهارده هدخل عليها وتبقى بتاعتي، وبعد شويه العب بيها وارميها وادخل على لعبه تانية وهكذا. فاحنا بنسمي هؤلاء الشخصيات اللي بيلوموا الاخرين على اخطائهم غير ناضجين وغير سويين يعني. طيب في نوعين من الازواج. اول نوع لما بيعرف سيدة تانية بينقم على البيت وعلى عياله وعلى زوجته، دايما بيحس ان هي ايه قليلة او يفتعل مشاكل في البيت. تمام. وفي نوع تاني اول ما يعرف واحدة تانية يبتدي يحس بالذنب، فيبتدي يقدم هدايا او يخرجها او يحس مثلا معاها ان هي يعني ايه هي غلبانة ومش داريانة، فانا اعوضها باي تصرف يبسطها. فايه تحليله ده؟ ببساطة النوعين دول من الرجالة يتميزوا ان هم لسه مراهقين او لسه اطفال. فدايما لما بعمل حاجة غلط عندي طريقتين، يا اما اطلع اللي انا عملت فيه الغلط هو الغلطان اللي احنا بنسميها اسقاط. يعني انا غلطان فاقول ايه ده، الست دي وحشة ما بتطبخش ما بتعملش مش كذا، وده اللي بيخليني ابقى كده، فانا هتخانق معاها واعيش حياتي بره البيت. او ان انا اشعر بالذنب فاعمل ايه، احاول اديها هدية اكتر او اعوضها او ابوسها اكتر او ابقى لطيف جدا معاها عشان انا عارف ان انا اخطأت فيها. هل ده التعامل الناضج السليم السوي نفسيا لما احس ان انا غلطت، ولا التعامل السليم السوي نفسيا هو ان انا اشوف نفسي غلطان واعترف بخطئي واشوف انا ممكن اعمل ايه عشان اتوقف عن الخطا ولا انجرف فيه؟
طب لكن يعني ده سلوك طفولي. طب هو يعني ايه التصرف السليم اللي او خطوات ان هو يبقى اول حاجه مستوعب مشكلته وبعدين لا انا عندي مشكله فهبتدي احلها وبعدين اصلح من البيت؟ يعني ايه الخطوات يمشي على ايه؟ حاجة عشان نقلل هو اصلا اوريدي حاسس ان هو عنده مشكله ولا هو ده عادي طبيعي؟ في ناس واخدينها ان ده الطبيعي، ها، زي اللي بيشرب مخدرات، زي الحرامي. والحرامي شايف نفسه حرامي؟ لا. ولا شايف نفسه انا هايل والمجتمع ظلمني وانا من حقي اخد الفلوس عشان في اغنياء وفي فقراء مثلا؟ يعني كل واحد دايما بيحكي لنفسه قصه تخليه مرتاح نفسيا، ودايما يلقي بالاتهام او يلقي باللوم على الاخرين، مجتمع، الثقافه، الحكومه، الاسره، الست في هذه الحاله. فاحنا بنقول ان احنا عشان نقلل كده عاوزين نربي ولادنا منذ الصغر على ازاي يقرا نفسه قراءه سليمه. لما يغلط يبقى عارف ان ده غلط، وعارف ان الغلط يمكن اصلاحه، وان انا لازم اول حاجه قبل ما افكر الاخرين عملوا ايه اشوف انا عملت ايه، وايه اللي ممكن اغيره في نفسي، وايه اللي اقدر احسن نفسي فيه. ودائما اتحمل المسؤوليه، مش القي الايه الحاجه على الاخرين. فدي اول خطوه. فلو خدنا في هذه الحاله، انا خنت مراتي او انا عرفت تمام. واحد على مراتي وابتديت اشعر ان في حاجه مش مظبوطه، فيا متوتر يا حزين يا عندي نوع من الغضب. فاول حاجه بنعلمها كمهاره ان انا بقرا مشاعري. انا بقول لنفسي انا دلوقتي قلقان، انا دلوقتي مكتئب، انا دلوقتي غضبان، او انا دلوقتي في حاله غير طبيعيه. وبعدين اقعد مع نفسي، يا ترى ايه اللي مخليني اشعر بهذه المشاعر السلبيه، واشوف ايه الافكار اللي شغاله جوه دماغي. ويا حبذا لو قدرت اسجلها كتابه او حتى على التليفون بتاعي على اي حاجه، ثم اشوف هذه الافكار هل هي افكار منطقيه ام ان انا مزودها. فبقيم افكاري واوضاعي تقييم موضوعي تمام. ثم اشوف واعمل ما يطلق عليه دراسه جدوى. ما انا ممكن الحاجه دي بتسعدني ولكن يا ترى عقابها ايه او عواقبها ايه. واحسب الحسبه مع نفسي زي اي بني ادم ناضج محترم، وفي الاخر اختار دائما بنقول ايه اقل حاجه بتضر، مش لا اقل الخسائر. بالظبط يا فندم. طيب الزوجه تتصرف ازاي مع الزوج اللي هي متاكده 100% ان هو متعدد العلاقات، او هو مثلا في موبايله يعني قفشت حاجه او قرت حاجه او شكه. واحنا مش عايزين ان السيدات تسعى للترقب والتربص والتفتيش في الموبايلات، لان ده في الاخر بيؤدي الى خراب البيوت. بس هي خلاص عارفه ومتاكده ان هو مثلا لما بيخرج معاها عينيه بتروح على الستات، مثلا هزاره مع زميلاته او ايا كان، فخلاص هي متاكده ان الشخص ده كده. هل تتجاهله ولا هل مثلا تديله حب زياده ولا تكبر دماغها؟ كل ست هي اكتر واحده عارفه جوزها، ولو هي مش عارفه جوزها كويس، والدتها او المجتمع او معالج او ايا كان يعلمها مهارات ازاي اقرا جوزي، مش كده؟ لا واقرا شريكي اعرف، وفي ساعتها بقى اعرف لما يكون عندي هذه المهاره احكم هو اللي عمله ده نزوه ولا خطا غير مقصود، ولا ده سمه من سماته، ولا ده نمط من طريقته، ولا دي هتبقى طريقته على طول. وكل واحده من دول ليها تصرف اخر. لو هي نزوه فقط فانا زي ما يكون عندي طفل غلط، بنقعد مع بعض وبنتكلم ان دي غلطه، ورغم انها غلطه انا عارف انك انت طبيعتك مش كده وكذا، وانا احتويه تمام. وده بيحسن الناس كتير جدا ان هم بتبقى اخطائهم عباره عن ايه، لحظه اندفاع، لحظه خطا، لحظه نزوه وحيده وكده وفقط. اما الشخص اللي احنا جبتي سيرته في المقدمه اللي هو كذا، ده ما ينفعش معاك الكلام ده. هو خلاص هو هي متاكده ان هو الشخص ده في علاقات نسائيه في حياته كتير، بيصطاد زي ما حضرتك قلتي كده وكذا. ده بقى لازم يتوقف معايا، بنسميها التعامل بالمواجهه. اول حاجه انه تقفش، بس طبعا اقفشه بدلائل، ها، عشان هو طبعا هيحاول يتملص بكل الطرق. فاول حاجه نقعد كده مع بعض ونسميها هنواجه بعض من غير خناقات. مواجهه بسميها بطريقه ناضجه، بطريقه هادئه. انت بتعمل كذا 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 كذا. شوف انا ما بقبلش الكلام ده، عندك اختيار يا انا يا هما، وبغض النظر عن اي مبررات هتقولها الاختيار اختيارك انت. يا انا يا هما. انا شريك، انت ابو ولادي، انت زوجي، انت خطيبي، انت حبيبي، ايا كان، ولكن لن اقبل ان انا اعيش معاك او استمر في حياتي معاك طول ما انت بتعمل الحاجات دي. هنضع شروط جديده، ولو عرفت انك انت هتعمل حاجه من الحاجات دي. طب هي خلاص دلوقتي اسرتها كبيره تمام، في ابناء وممكن تكبر لسه قدام تاني ان شاء الله، وهو قاعد مثلا فتره زمنيه ما عملش اي خطا،
خالص، قعد سنين مثلا ورجع بقى تاني، هترجع في ذلك ولا مش عاقبه؟ هرجع تاني. ما هو انا خلاص قعدنا مثلا سنتين ثلاثه الحمد لله الدنيا كويسه، وبعدين لقيته هيزل قدمه، بنسميها هيزل تاني. طب هي لو ما عرفتش وعرفت ان في علاقه، عرفت ان في علاقه هتواجهه تاني، مش كده ولا لا؟ انا عرفت ان في علاقه مع ان احنا كنا متفقين على كذا، بس يعني ما تنفذش العواقب اللي هي اتفقت عليها او الشروط. العواقب اللي احنا اتفقنا عليها اللي هو لو الشهر الجاي او الاسبوع الجاي لقيته بيعمل كده تاني يبقى لازم اعمل الكلام ده. لكن بعديها بسنتين ثلاثه لا، ببتدي اكنها ايه، بداية جديدة او سقطة جديدة وابتديها من الاول. لكن لو هو مصر على الاستمرار رغم المواجهة لا، ده هنا لازم ناخد ايه يعني بنسموها وضع حدود واضحة لطبيعة العلاقة. مش لازم نتطلع على فكرة، ممكن حدود واضحة ان احنا ايه لا مش هنتعامل بقى بالطريقة الفلانية غير لما توقف اللي انت بتعمله. طب هو يجب ان يخسر الراجل، لازم يعرف انه خسران. طب هو يصنف ان هو نرجسي؟ بعض الشخصيات اللي بيبقوا كده بيبقى فعلا عندهم نرجسية عالية جدا. بمعنى ايه؟ انا بحب نفسي جدا ان شاء الله، لا وعندي نظره استعلائيه على الاخرين. انا مش كفي، بيسموها ايه، ما تكفينيش واحده ست. انا حاجه حلوه قوي، ليه ما اديش حته مني لكل ست؟ ليه ما يستمتعوش بيا؟ طبعا ده دافع يعني نفسي مريض، لان ده بقى صعب التعامل معاه، مش كده؟ لا، لانه دايما شايف نفسه الصح، وشايف نفسه ما حصلش، وشايف انه بيخدم البشريه عن طريق انه ايه، دي تستمتع بيا شويه ودي تستمتع بيا شويه ودي تستمتع شويه. النمط التاني بقى اللي اخطر منه هو النمط المنتقم، اللي بيعمل كده بغرض الانتقام. يعني هو داخل يعرف كل ست عشان يوقعها ويسيبها عشان تتعذب. ده ناتج تجربه قديمه مثلا؟ ممكن تبقى ناتج تجربه قديمه، ناتج شر جواه مخليه نوع من العدوانيه على الاخر. فانا قاصد ان ادخل عشان اعذبهم. النوعين دول بقى، النرجسي واللي داخل قاصد عشان يعذب، ده دول محتاجين تدخل علاجي حقيقي يعني. يعني دول لازم يروحوا لدكاتره بقى. طيب هل الراجل ده ناتج تربيه سيئه او معامله سيئه من الاب للام، او مثلا ناتج نشاه غير سويه؟ ما نقدرش نقول ان في سبب واحد هو اللي بيخلق راجل بهذه الصوره، ولكن نقدر نقول ان في اسباب متعدده، حاجات بتزود احتماليه انه يبقى كده. منها الواحد اللي اتربى في عائله مفككه، فنظرته للارتباط ليست نظرة ايه سوية، ومش شايفه حاجة حلوة قوي. فبالعكس هو دايما يرتبط وكأنه بيعيد السيناريو اللي عاشه قبل كده. فدائما بيتخانق ويعمل ويروح لواحدة تانية. او الشخص اللي اتعذب من والدته او اتعذب من جدته ايا كان، فعنده روح انتقامية من جميع السيدات او من جميع الجنس الاخر. فعندنا اسباب كثيرة ممكن تتداخل يعني. طيب في شباب كتير بتبقى عارفة كذا واحدة، والبنات كلهم مش عارفين ان هو على علاقات ببنات تانية، وكل واحدة فيهم فاكرة ان هي الاولى والاخيرة. طبعا ده قبل الزواج يعني. وبيعرف يتقن الدور جدا، وبياخد باله ان هو ما يغلطش في الاسماء، ولما حد بيواجهه بيقول حجة برضو مش ظريفة، انا اللي هتوقع قلبي وتقنعني بيها وهحبها هي اللي هفضل معاها مكمل. لكنه بيجرب يعني، او بيشتري حاجه فبيجرب كل واحده شويه بالزبط، ويشوف ايه اللي هتناسبه يعني. مش طبعا. طبعا ده كلام ما يدخلش عقل اي بني ادم ناضج وعاقل ورشيد. هو انا نازل اشتري جزمه او نازل اشتري حاجه فبجرب وبقيس قبل ما اعمل كده؟ وهل انا حتى لو بشتري جزمه او بشتري عربيه بركب اربع عربيات في نفس الوقت، ولا بركب دي ودي كل واحده لوحدها، مش كده؟ لا، وبالترتيب. فده كلام غير سوي. بننصح كل بنت بقى لو اكتشفت حاجه زي كده، او ام بتربي ولادها، ترضى انت حد يعمل فيك كده ولا لا؟ يعني دايما احاول اخلي هذا الشاب او هذا الشخص يحط نفسه مكان الاخر. انت لو تعرف واحده وهي تعرف عليك ثلاث ولاد، وحجتها انها بتشوف اني واحد فيكم المناسب ليها بعد كده في الحياه المستقبليه، انت هتشعر بايه؟ فبنمي جوه الناس دول حاجه اسمها الشعور بالتعاطف، او الشعور الانساني بالاخر، عشان هذا الالم او هذا التعاطف يمنعه من يعمل حاجات زي كده، لانها طبعا مؤلمه جدا، بتشعر الاخر وكانه بضاعه وليس انسانا اخرا يعني. طبعا ده كلام يعني غير مقبول تماما. طيب في مجتمعنا مع الاسف الناس بتسقف للراجل المتعدد العلاقات، وكمان يعني بيبقى يعني ذو صيت وشهرة عن باقي الرجالة المؤدبين اللي بيبقوا عارفين واحدة بس، وانا هرجع البيت من الشغل للبيت. انا هختلف مع حاجة بس في كلمة، حاجة بتقولي الرجالة المؤدبين اللي يعرفوا واحدة بس. هو الطبيعي ان انا اعرف واحدة بس، ده مش المؤدب، ده الانسان الطبيعي. للأسف مجتمعاتنا ومجتمعات شرقية كثيرة
بتخلي الراجل يشعر انه حاجه عظيمه لو تعدد العلاقات. يقول لك ده يا سلام، ده راجل جميل، ده شهريار، ده ما حصلش، ده اكيد حاجه حلوه قوي اللي هو ايه ستات كتير بتحبه. بينما مع البنات تلاقي العكس تماما. فده طبعا بنسميه حاجه اسمها ايه، ان المجتمع بيحفز الشباب على انهم يطلعوا ايه متعددي العلاقات. انا اقول لك حاجه غريبه جدا، في بعض الاحياء الشعبيه وفي الروايات القديمه كان هناك لفظ لشخص شغلته انه اسمه برمجي. برمجي ده الشخص الذي لا يعمل ولكن بيخلي السيدات اللي في عيلته هم اللي يشتغلوا ويديروا الفلوس كي يتعاطى بيها المخدرات. هذا اللفظ للاسف في مجتمعنا المصري واعتقد في المجتمع العربي والشرقي تماما بيستخدم كمدح للشخص، وكانك ستصبح رجلا كفئا اذا استطعت الا تعمل ويكون عندك علاقات متعدده او ازواج متعقده وهم اللي يصرفوا عليك. هو المفروض لازم يبقى منبوذ، يعني حتى منبوذ على الاقل من والدته من والده ان هو انت ما ينفعش تعمل كده ببنات الناس انت او المجتمع المحيط وجيرانه والشغل بتاعه. لكن احنا مع الاسف بنسقف للشخصيه، بنخلي الشخص ده يستمر في اللي بيعمله. ان ما كانش كمان ممكن يزود من ذلك عشان ياخد ايه تسقيف اكتر، ياخد ايه دعم اكتر يعني. بالظبط. بشكر حضرتك جدا دكتور هشام رامي استاذ. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل. هتمر على روحك ايام تقيله وصعبه هتكسرك، وبعدها هيجي الفرج من الرحمن الرحيم الكريم وهيعوضك باشياء لا ترى، لكن اكيد هتنور لك عتمه ايامك. فاصبر واحسن الظن برب العالمين، وتأكد إن بعد الصبر هيجي بإذن الله جبر، والصبر على البلاء بأجر، ودعوتك من القلب هتجاب بإذن الله، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. وإنت عند ربنا غالي ما تهنش، فما ترهقش نفسك بالتفكير الكتير، ده ربك قدير ويحسن التدبير. النهاردة معانا داعي الإسلامي وعالم من علماء الأزهر الشريف الشيخ الدكتور محمد الشاذلي. أهلا بحضرتك، أهلا منورنا. أهلا بيك. في أيام صعبة بتعدي علينا كلنا، في أوقات بتبقى الدنيا متقفلة تماما وفجأة نلاقيها فرجت من عند ربنا في حاجة أشبه بالمعجزة. فإحنا في الأوقات دي يعني مش كتير بيقدر إن هو يستشعر وجود ربنا غير لما تحصل حاجة قوية جدا. ازاي احنا نكون مؤهلين ان احنا نستقبل ده ونصبر نفسنا في الاوقات الصعبة عشان نعرف نستشعره؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ازاي احنا نكون مؤهلين لده؟ في شوية اسباب، الاسباب دي لو الواحد اخذ بيها هتؤهله للمسألة اللي حضرتك اتكلمت عنها. اول حاجة علاقة الانسان برب العالمين. العلاقة دي بتؤهل الانسان داخليا لأي مشكلة ممكن تحصل. فأي مشكلة ممكن تحصل هيبقى رب العالمين هو رقم واحد، بخلاف اللي هو بعيد عن مصدر الوحي. واحد بعيد عن مصدر الوحي، بعيد عن الصلاة خالص، بعيد عن مواطن العبادة، بعيد عن مواطن العبادة، بعيد عن مواطن الذكر، بعيد عن التنسك. يقوم لما أي مشكلة، أي ضرب، أي كعبلة تحصل له في حياته هيعمل إيه؟ فبيتلخبط. فممكن ممكن يتصرف تصرفات عشوائيه ملهاش اي معنى، وحتى الهدف منها مش واضح. مثلا نيجي نبص نشوف، نلاقي ان في واحده ست جميله جدا. انا لما بقرا القصه دي انا بضرب لها تعظيم سلام. الست دي جت للنبي عليه الصلاه والسلام بتقول له يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف. كل مشكلتها في الحياه حاجتين، تسرع اللي هو ربنا يعافي كل الناس اللي هي النوبات او الكهرباء الزايده اللي بتيجي لاي حد عنده مشكله، ربنا يعافي كل الناس. دي كانت عندها المشكله دي. فقالت له اني اسرع، بس مش السرع بس، واني اتكشف كمان. فقال لها ايه؟ قال لها ان شئت صبرتي ولك الجنه. هي دي مشكله بقى منغصه عليها عيشتها، تبقى قاعده مع اولادها في البيت وبيتغدوا تجي لها المشكله دي. فتعكر الجو العام للبيت، تبقى في الوظيفه مع زمايلها وقاعدين بيضحكوا وقاعدين بيقولوا هنعمل ونخطط لمستقبلنا، وانا ان شاء الله هشتري العربيه دي ومش عارف هعمل ايه، فتيجي النوبه فتعكر المزاج وتعكر الجو العام للقعده نفسها. فقالت له اني اسرع واني اتكشف. فقال لها ان شئت صبرت ولك الجنه. هو ده المخرج، الصبر.
إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. فقالت له أصبر ولي الجنة إلا أني أتكشف، فادعو الله إلا أتكشف. يعني المشكلة اللي عندي دي أنا مش مشكلة، طالما الجزاء كده الله يكرمك، طالما الجزاء النهاية جنة الخلد، هبقى مع النبي كتف في كتف وقاعدة في الأنهار وقاعدة في النعيم اللي ربنا أعدهولي على قدر المشكلة اللي هي كانت عندي وأنا صبرة جدا عليها. فلو أنا صبرت هدخل الجنة؟ قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، قلت له أصبر إلا أني أتكشف. ودي بقى مشكلة عايز أقف عندها عشان دي حتة بتوجعني وبتوجع كتير من الآباء والأمهات. إني أتكشف فادعو الله إلا أتكشف. عايز أقول للآباء والأمهات أخبار الباطل المقطع إيه؟ حقيقي أخبار الباطل المقطع إيه اللي بيسمعوني دلوقتي؟ عايز أهمس في كل أذن أب وأم، أخبار الباطل المقطع إيه؟ بنتك بتشتري البنطلون من فلوسك والعورة باينة وفي أجزاء من جسمها مش مكشوفة لكل الناس. دي إن هي بتسرع وبتتكشف دي لازمة أصلا غصب عنها بالظبط. يعني لما واحد يجي ربنا يعافينا، ربنا يعافيه طبعا اللي عندهم المشكلة دي، بيصرع بيقعد يتقلب على الأرض، بنشوف ناس كتير وأجزاء من رجله وجسمه بيبان. لو هي واحدة، لو واحدة ست ولا بنت فبنفس القصة، شعرها بيبان ورقبتها بتبانت ورجليها بتبان. الحتة دي مقرقاها، الحتة دي تعباها. يعني أنا بتكشف المرض يا رسول الله، أنا هصبر على المرض وهبقى زي الفل، مش مشكلة عادي. لو إن الجو العام تعقد في بيتي ولا مع زمايلي مش مشكلة عادي. أنا عادي، أنا راضية بالمسألة دي، بس أنا بتكشف برغم أنه ليس عليها حرج. ليس يعني الله يكرمك، ليس عليها حرج. يعني هي لما بيحصل كده الملك بتاع الحسنات والسيئات مش بيقعد يكتب سيئات، ما بيكتبش سيئات، بخلاف اللي هو بيروح يشتري لبنته من فلوسه الحاجة اللي هي عايزاها، والحاجة دي أجزاء من جسمها باينة، أول حاجة العورة متحجمة قوي. طيب زي ما حضرتك بتقول، يعني اللي بيكون قريب بيعدي عليه المواقف دي أسهل شوية، لكن برضو في مننا يعني بيكون بيصلي وعارف ربنا لكن ما بيقدرش يثبت، يعني برضو كان يعني جميل. مش كل الصالحين، يعني الحسن البصري كان بيقول إنه في وقت في السراء كلنا ثابتين، لكن في الضراء بنتباين، الناس بتختلف بالزبط. فإزاي حتى وإحنا برضو يعني عارفين ربنا لكن نقدر في مواقف صعبة دي؟ جميل. إذن المشكلة كلها في علاقة القلب ده. علاقة القلب أهم حاجة، علاقة القلب ده، أخباره إيه القلب ده مع ربنا. ما برضو ما يغركش إن في ناس بتصلي في الصف الأول ويدرك تكبيرة الإحرام وحريص على المسألة دي، إن هو أول ما الأذان، قبل الأذان كمان بيكون رايح المسجد ويقف ورا الإمام خلاص، وعند أول مصيبة بيقع وبينكسر. الخلل ده منين؟ في خلل عند الزكاة، موسم الزكاة كل سنة بيطلع فلوس ما بيهموش، لو معاه 3 4 5 مليون يطلع عادي 200,000 جنيه زكاة. في ناس بالمسألة دي بتتعبهم شوية، أنا هكسر المليون وطلع كل عام هجري 25,000 بدل ما هم مليون وأنا مجمدهم بقى كده بقوا 975,000 إزاي؟ 950,000 السنة اللي بعديها. فبيطلع الزكاة عند أول صدمة، أول مشكلة مع ابنه يعمل حادثة ولا زوجته تتعب، ولا يبدأ إن هو يقول يا رب طب ليه؟ هنا بقى بتظهر بقى المشكلة، هنا بقى بتظهر مواطن أو علاقة القلب برب العالمين، إن كانت هي علاقة حية وقوية ولا لا. فالصيام بيصوم، حج بيحج كل سنة وبيعتمر على طول. إذن المشكلة فين؟ المشكلة إن علاقة القلب دي، القلب ده فيه خلل. علشان كده النبي بيقول رب أشعث أغبر. أشعث أغبر، أشعث يعني شعره ده متنحكش، مش مسرح بقى شعره، لا شعره متنحكش وطويل كمان. أغبر يعني وشه ده عليه تراب. ذي تمرين، ذي تمرين يعني لبسه مقطع، مدفوع بالأبواب. يعني لو بيخبط على حضرتك أو بيخبط علي أو على أي واحد من المشاهدين، أول ما يفتح الباب هينطرب، هيقفل الباب في وشه، مش قادر يستحمل شكله وحش، شعره طويل ومتنحكش ووشه فيه تراب وهدوم مقطعة. إيه ده؟ ده بني ادم اهو، ده بقى اللي انت بقى حضرتك بتقول عليه ده بني ادم، لو اقسم على الله لابره. قال له امال المشكله في ايه؟ المشكله ان العلاقه ده بينبض، ده بينبض برب العالمين.
عشان كده من السبعه اللي هم، قبل ما اختم الحته دي، من السبعه اللي هم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. ايوه شفت برضو الحته القلب، برضو النبي بياكد عليها حته القلب، ان هو وهو خارج من ما صلاش، بس ده ما صلاش، ده هو صلى وقام جاي حاطط خالع قلبه كده ومنزل اللمبه ومركب مكان اللمبه قلبه وساب قلبه ومشي. طب ده بقى حضرتك لما يطلع في الشارع وحد يضايقه هيرد عليه؟ مش هيرد عليه. لو في واحد اذاه هيرد الايذاء بالايذاء او السيئه بالسيئه؟ لا، بيتعامل مع ربنا خلاص. بالظبط. يعني دي ملهاش علاقه بعلم ولا اجتهاد قوي. طب يعني دول اللي بيطلق عليهم اللي عارف بالله، مين هو العارف؟ العارفين بالله اللي هم الاولياء. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي هو وصل لمرتبه الولايه دي مش اي حد بيوصل لها، ومش لازم علشان اوصلها تكون هدومي جميله ويكون شكلي مهندم وحاطط بيرفيوم اغلى حاجه وحاطط وبستخدم السواك وملتحق، مش لازم خالص. ما ياما شفنا ناس، ياما شفنا ناس الاعمال بالخواتيم، ياما شفنا ناس حياته عاديه خالص، وانا لما بشوفه عادي جدا ومات وهو ساجد. مات وهو ساجد. قد يكون من اولياء الصالحين ومختفيين بينا كده مش عارفين. بالظبط. فما نحتقرش حد زي الراجل اللي هو في اكتر بقى حضرتك من ابو بكر وعثمان وعمر وعلي والصحابه الجهابذه دول. لا، مفيش اكتر من دول. دول بقى قاعدين مع النبي كده في 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 المسجد حوالين النبي كده، فقال لهم سوف يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. فكله بص لبعضه، مين اللي ناقص؟ ده احنا كلنا موجودين. مين ده؟ دخل واحد اصلا ما حدش يعرفه ولا هو يعرفهم، اول مره يشوفوه. والكلام ده كان في المدينه المنوره، يعني كل الناس وكل اللي هم دخلوا الاسلام بقى عارفين بعض. دخل واحد مسجد ما حدش عارفه اصلا، وحاطط الحذاء اعزك الله الحذاء بتاعه كده، ولحيته تتقطر ماء. وبعدين داخل مشمر، يعني كان بيتوضى. وبعدين دخل صلى ركعتين، كل الصحابه قاعدين باصين له كده، ده بيعمل ايه ده؟ ده مين ده اصلا؟ تعرفه؟ تعرفه يا خالد؟ تعرفه يا عثمان؟ تعرفه؟ ما حدش عارفه. فبعد ما خلص صلاه ومشي، سلام عليكم ومشي. ثاني يوم النبي قاعد معاهم في نفس الوقت، قال لهم سوف يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. ده النبي اللي بيشهد ان هو من اهل الجنه، يا ترى مين ده؟ يا ترى ده اعماله ايه؟ بيعمل ايه ده؟ دخل نفس صاحبنا اللي دخل امبارح، علشان ما طولش، دخل نفس صاحبنا وعمل نفس اللي عمله امبارح. في اليوم الثالث قال نفس الكلام، سوف يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. بعد ما الدنيا خلصت، عبد الله بن عمر ذكي جدا، عايز يفهم هو النبي قال كده على الراجل ده ازاي؟ ده من اهل الجنه الراجل ده، اكيد لو عمل اي غلط ده النبي قال من اهل الجنه. مشي وراه قال له يا عمي السلام عليكم، انا عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر بن الخطاب، خير يا حبيبي؟ قال له انا في بيني وبين والدي مشكله، ممكن تستضيفني؟ قال له استضيفك؟ ابن عمر بن الخطاب، تعالى يا حبيبي اقعد عندي. هو رايح ما كانش فيه اصلا مشكله، ده هو رايح علشان يبدا عدسه يبدا يشوف بيعمل ايه، ايه اللي عنده مش عندهم. اكيد ده طول الليل حضرتك كنت بتقولي لي الناس دي اللي عارفين بالله دول كده ازاي؟ هل هو كتير صلاه ولا كتير زكاه ولا كتير صيام ولا ايه؟ ولا كتير قيام ليل ولا ايه بالظبط؟ اخر اليوم بالليل فنام، وبعدين عين مفتحه وعين مغمضه وعامل نفسه نايم. وبعدين حب يراقب صاحبنا، لأن الراجل ده ما بيعملش أي حاجة إلا إن هو قبل الفجر زي أي حد بيسمعني، أو أي حد الفجر بيأذن فبيقوم عشان يصلي الفجر. نعم، مش طول ده اللي أنت بتعمله الليل أنا عايز أفهم النبي يقول كده إزاي؟ قال أكيد النهاردة تعبان، أكيد بكرة في حاجة بقى كده هيعملها، إحنا ما فيش حد مننا خالص بيعملها. تاني يوم عمل نفس الموضوع، ما عملش أي حاجة إلا إن هو لما الأذان أذن بتاع الفجر قام يصلي الفجر زيه زي أي بني آدم عايش في المدينة المنورة وزي أي صحابي، مع إن في صحابة في الوقت ده كان بالليل تحس إن في خلية نحل في البيت، أصوات وقرآن واستغفار وتبتل وبكاء وقيام ليل ومش عارف إيه. فقال له حضرتك ما فيش أي مشكلة بيني وبين عمر بن أبويا، بس أنا عايز أفهم قبل ما حضرتك تدخل من باب المسجد النبي قال سوف يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، أنت بتعمل إيه؟ قال له لا، شوفي بقى حضرتك، قال له لا أبيت الليل وفي قلبي حقد أو حسد على أحد من المسلمين. قال له الله،
الباطن شفت بقى الباطن قال له هذه هي التي بلغتك دي اللي وصلتك للحته دي وهذه هي التي لا نطيقها ما حدش يقدر عليها. طيب وفعلا برضو يعني حتى من الناس المتعبدين بزياده وكده بيوصلوا ساعات لمرحله الغرور، يعني بيبقى حاسس ان هو بعبادته افضل من غيره برغم ان هو طبعا من كتر العلم والدراسه اكيد عارف انه الباطن ده ليه دور كبير، لكن برضو يعني بيبقى فيه زهو وفخر. صحيح. بالعباده. سؤال جميل جدا. فده يعني ازاي ده يعني بقى الواحد يتجنبه وهم المفروض يفكروا ازاي؟ طيب هو لما بقى مع ربنا بالشكل ده وتصور ان مفيش حد زيه وكل ما يدعي دعوه تستجاب، ابنه في ورطه يدعي دعوه ابنه يبقى كويس، زوجته عندها مشكله طبيه ولازم تدخل جراحي فورا ويدعي ربنا في قيام الليل زوجته تبقى كويسه، الدكتور يقول ما عندهاش حاجه، انت عملت ايه؟ ما عملتش اي حاجه الا ان هي حاجه بينه وبينه ان هو بيدعي في. طب انا عايز الراجل ده اللي حضرتك وصفتيه ممكن يوصل لمرحله الغرور. طب الحل ايه؟ صح كده؟ ده سؤال. الحل ايه ان ممكن يوصل لمرحله الغرور؟ ممكن يوصل لمرحله الاستكبار، ان هو يتكبر على خلق الله. وفي ناس ربنا بيعافيها. علشان كده كان من دعاء النبي اللهم يا مصرف الكوب صرف قلبي الى طاعتك. نعمه الصرف. في نعمه غائبه عن كتير قوي من اللي بيسمعوني ساعات برضو عني برضو، ان انا ممكن نعمه الصرف ما باخدش بالي منها. ان رب العالمين هو اللي بيصرف، هو اللي بيصرف القلوب. فالنبي النبي نفسه حريص ان هو ما يقعش في الحته دي. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت. ايوه هي دي بقى الادعيه. ثبت بقى قلبي. الادعيه اللي احنا محتاجينها عامه يعني عشان نثبت في المواقف الصعبه، وعلشان حتى لو عملنا عباده شويه وحسينا ان احنا كويسين ما نوصلش لمرحله دي او قريبه منها. اكتر الادعيه ايه؟ العباده الادعيه اللي انا ممكن ادعو بيها اذكار الصباح والمساء جمله واحده. مش دعاء واحد بس. مفيش حاجه اسمها دعاء واحد بس. دعاء واحد بس انا ممكن اقوله لواحد لسه داخل حالا دائره الاسلام ومش عارف حاجه. ما هوش عارف حاجه، فعشان اقول له انت هتقول اذكار الصباح والمساء وفي سنن قبل الصلوات وبعدها هعقده. ايوه مش هيستمر خالص، مش هياخد خطوه، هيتحقق واحده واحده بالظبط، ستيب باي ستيب. فدي كانت عاده النبي. النبي الصحابه كانوا هم بيبقوا في لسه كده واحد داخل الاسلام، وبعدين الاسلام حرم الخمره وحرم كل الكلام ده، بس هو بيشرب خمره ومش قادر يبطلها، فكان النبي عارف بس بيعديها له. عارف وبيعديها له، لان ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق. ايه الادعيه اللي انا ممكن اقولها علشان تثبت قلبي؟ تثبت قلبي على الطاعه، وتثبت قلبي على العباده، وان انا ما اوصلش لمرحله الغرور بتاعة الاستكبار بتاع العباده. ان انا افضل من الناس دي كلها. ايه الحاجه؟ اذكار الصباح والمساء. المواظبه على اذكار الصباح والمساء بتورث التواضع. ودي مهمة جدا. المجتمع لما بيكون أفراده متواضعين بينهض، والله بينهض. والحتة دي النبي رباها في الصحابة. أوعى حد يتكبر. فأول حاجة عملها عمل الأخوة. الأخوة لأول مراحل المدينة، علشان خايف من المسألة اللي حضرتك قلتيها لي دلوقتي، حتة مهمة، إن ممكن واحد فيهم يتكبر من إن هم عارفين بالله، والصحابة كانوا كلهم أهل عبادة. طيب واحد فيهم ممكن يتكبر، هتتكبر انا هكسرك. طب ايه؟ مفيش حاجه اسمها صفوف الاغنياء وصفوف الفقراء ومساجد الاغنياء ومساجد الفقراء. انا بتكلم مع حضرتك على بعد معين. ده الجديد اللي المشاهد محتاج يسمعه، البعد ده. مفيش حاجه اسمها مساجد اغنياء ومساجد فقراء وصفوف الاغنياء وصفوف الفقراء ورا، لا. فالنبي وقف بلال بن رباح الحبشي في اول صف جنب ابو رويحه الخثعمي، جنبه ده مالتي مليونير. وبلال بن رباح الحبشي تحت خط الفقر. فلما الفقير يلاقي نفسه جنب الغني العابد اللي وصل، ده غني وعابد كمان، وصل لمرحله في العباده عاليه جدا، ويوقف جنبه واحد فقير، ده بيكسر الانسان. بيكسر الغرور اللي هو ممكن الشيطان ممكن يساعد عليه ويكبر، وبعدين يؤدي الاستكبار. نتكبر على خلق الله. وغير اذكار الصباح والمساء والادعيه اللي هي بصيغه معينه، لو الانسان بيكلم بس ربنا كده يعني من قلبه، ده يعتبر دعاء برضه؟ طبعا. لا، الدعاء انا عايز اقول في فرق كبير جدا بين الفضفضه
الفضفضه ممكن افضفض مع رب العالمين وانا اقول يا رب انا في مشاكل، يا رب انا زوجتي تعبانه وانا تعبان والراتب مش مكفي زي كتير الراتب مش مكفي وانا وضع صعب، يا رب انا مش عارف اعمل ايه. دي فضفضه كويسه جدا. دي الانسان بيكتسب منها طاقه ايجابيه انه بيفضفض مع رب العالمين. دي معناها ان رب العالمين حي في حياته، موجود في حياته. لكن الدعاء هو ان انا اقول يا رب او يا الله ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب. فما تروحش حته ثانيه، انت رايح فين؟ يعني هي العباده ليها صور كتير غير الصوره النمطيه اللي ساعات بنحطها في ذهننا، وعشان كده ممكن واحد مذنب ويعني الذنب ده بيؤرقه ومش عارف ينام منه بيبقى افضل عند ربنا من العابد اللي فرحان بعبادته. طبعا في واحد من كتر العباده ومن كتر ما هو منغمس في العباده، وده شيء حلو خالص الواحد يسقف له عليه، حلو خالص ان هو منغمس في العباده وكويس خالص، بس ممكن هو كان بيعمل مشاكل. والنقطه دي كتير جدا بنقع فيها. انا كان عندي مشاكل، وبعدين مشاكل في حياتي واخطاء في حياتي وكبائر في حياتي وذنوب في حياتي، وبعدين انا دخلت العباده، وانا في العباده كل ما افتكر الايام دي الله والله كانت ايام جميله. ده ليه مصيبه؟ بخلاف اللي هو اصلا وضعه في العباده مش زي صاحبنا ده، بس كل ما بيفكر في الذنوب بتاعته والمشاكل بتاعته بيتعب. والمساله دي بتؤرقه. ده عند ربنا كبير غالي قوي. طب ليه بنشوف من الاجانب ان هم يعني استشعار ربنا في الاوقات الصعبه ده بيبقى يعني حاجه كبيره جدا؟ يعني حتى من اغلب اللي اسلموا، وفي منهم ناس يعني موجوده ومعروفه وبتحكي قصتها كتير، يعني زي دكتور كان بنته كانت هتتوفى ودخل، هو كان ملحد وقال انا دعيت ربنا لو انت موجود انقذها، فلما شاف المعجزه دي حصلت والدكاتره بيقولوا لا دي بقت كويسه، هو خلاص يعني اتجه اتجاه تاني، ويعني خلاص بقى داعيه يعني. جميل. فالنماذج دي ليه بنشوفها في الاجانب كتير عن ان احنا ناس عاديه بناخد الامور ببساطه مع ان بتحصل حاجه شبه المعجزه ونرجع بالزبط. تاني زي ما بالزبط. كنا على فكره شفت الاجنبي بيعمل ايه لما حصلت طفره في حياته؟ خبلوا منها قوي وركز عليها، والطفره دي المعجزه اللي حصلت مع انها ممكن تكون في حياتي كل يوم، وممكن تكون في حياه المسلمين كل يوم، عندهم معجزات كل يوم بس ما بياخدوش بالهم منها عشان احنا ما بناخدش بالنا، احنا بننسى او بنتناسى. ده علشان حياته كلها كانت مظلمه. حياته كلها كانت مظلمه. فاول نور ظهر في حياته علم معاه ايه ده. فبدأ يسأل هو ايه ده؟ ده بسبب ايه؟ مع ان احنا في حياتنا كل يوم لو حضرتك جيتي او اللي بيسمعوني انت جيت تفتش في حياتك هتلاقي حتت منورة كتير. بس انت ما انتش واخد بالك. حتت منورة كتير، وربنا انقذك من مواقف انت كنت هتضيع اساسا منها، كنت هتضيع فيها وكنت هتنتهي، بس ربنا طلعك منها. بس احنا ما بنركز، ما بناخدش بالنا. طيب احنا ممكن على نياتنا ربنا يعني يجبرنا؟ وهل مثلا يعني في دعاء مستجاب ممكن اقوله حتى لو انا مش قويه قوي في العباده، لكن لو قلت الدعاء ده يحصل معايا حاجه شبه المعجزه؟ الدعاء ده في ادعيه كتير جدا، في ادعيه النبي حط ادعيه في مواطن كتير قوي. قبل النوم في ادعيه، اللهم اني اسندت ظهري اليك وفوضت امري اليك رغبة ورهبة منك إليك، لا منجا منك إلا إليك. الدعاء ده كله تفويض وكله توكل. أسندت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة منك إليك، لا منجا منك إلا إليك. كله تفويض. لا بلاش ده. أنا لما يكون عندي دعاء زي اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. شفت الكلمات الجميلة دي اللي هي كلها تسليم وكلها تفويض؟ عشان كده بقول للمشاهد انت لما تفتح، مش عايز اقول أدعية كتير عشان وقت الحلقة، عشان نركز على نقط معينة
وننور نقط معينه المشاهد محتاجها. الادعيه دي كلها اللي هي موجوده في اذكار الصباح والمساء، انت حضرتك لما تتصفح اذكار الصباح والمساء نقي بقى نقي بقى الحاجه اللي انت شايف ان انا محتاج ده وانا محتاج ده وانا محتاجه دي. فانا عشان كده بدعو المشاهد انك انت في كتب كتير جدا للاذكار الصباح والمساء، هتلاقي اكتر من 50 دعاء باسانيد صحيحه. انت شوف حضرتك الدعاء اللي انت شايف انه قريب منك وانت قريب منه وحافظ عليه، ويقول بقى المطلبه الخاص بعد الادعيه دي بالظبط. يعني الصحابي لما كان في الصلاه وبعدين النبي بيصلي وبعد ما خلص صلاه قال مين اللي دعا دعاء بعد الرفع من الركوع؟ في حد دعا دعاء انا ما قلتوش قبل كده؟ فقال له سكت. مين اللي في كلام اتقال انا ما قلتوش؟ الكلام ده انا ما عرفتوش لحد. في حد قال حاجه؟ انا رسول الله. قلت ايه؟ قال له قلت اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد. حق دعاء طويل. فقال له لقد وجدت لقد رايت 31 ملكا ياخذون هذا الدعاء يتنافسون عليه ايهم يصعد به الى السماء. وهي من عنده هو، مش من عنده هو. طيب يعني اخر حاجه بس قبل ما نختم، ان الله يدافع عن الذين امنوا. يعني ممكن الواحد من يعني بعمله او بنيته ربنا يدافع عنه من غير ما هو يتدخل خالص في اي ظلم يتعرض ليه؟ ممكن الموضوع اصلا هو سابه خالص، ساب القضيه خالص والحل يجي من فوق. علشان كده بقول شويه حاجات كده، لازم شويه حاجات مع بعضهم كده لازم ناخد بالنا منهم. اول حاجه ان انا اصبر، اللي هي أذتك دي اصبري، واللي أذاك ده اصبر. اصبر بس مع الصبر في حاجة، كل الناس بتصبر لكن في حاجة الناس غايبة عنها اللي هي الرضا. غير كل الناس بقى بتصبر لكن ليس كل الناس بترضى. فمع الصبر رضا. وبعدين ما تردش السيئة بالسيئة، مهمة جدا. وبعدين نقطة رابعة كمان، انتظر الفرج من السماء. لأن انتظار الفرج ده في حد ذاته حسن ظن بالله. لما أنا استنى الفرج، إن الفرج ده جاي من السماء، وأنا كل يقين إن في حاجة هتنزل من السماء، ده في حد ذاته حسن ظن بالله. ربنا يجعلنا دايما من الصابرين الراضين. بنشكر حضرتك جدا دكتور محمد الشاذلي الداعي الإسلامي ومن علماء الأزهر الشريف. وإحنا يعني اللي بيكون مع ربنا بس وهو فاتح قلبه أو يستقبل أنواره وتجلياته، ده فعلا بيشوف ربنا مش لازم بالعين لكن بالقلب والروح. ربنا يجعلنا جميعا منهم. شكرا مشاهدينا ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.